الحقيقة ما يفوتنيش النهاردة إن احنا نبارك لممثل مصر نادي الزمالك في بطولة أفريقيا للأبطال لكرة السلة اللي فاز بيها نادي الزمالك من حوالي ساعة أو ساعة ونص. بنقول مبروك لنادي الزمالك ممثل مصر في هذه البطولة، وهي دي الرياضة. والأساس إن هو كلنا يعني أي فرقة بتطلع ممثلة عن مصر أكيد بنبقى يعني سعداء ومبسوطين إن الفرقة تفوز وتمثل مصر خير تمثيل. بنقول نادي الزمالك مبروك. وبفكر كمان إن فرقتنا أو النادي الأهلي أكتر الأندية حصولا على بطولة أفريقيا أو بطولات أفريقيا في كرة السلة، 2 أبطال كؤوس، 1 أبطال دوري كانت 2016. فالنادي الأهلي أيضا الفترة اللي فاتت قدر إنه يشرف كرة السلة المصرية، فأكيد بنقول لنادي الزمالك مبروك ومزيد من البطولات للفرق المصرية في كل المحافل الدولية. ده طبعا كان لازم نقوله في برنامج الأبطال، برنامج ألعاب الصلاة الحقيقة اللي بيغطي ألعاب الصلاة والألعاب الأخرى، فكان ده واجبنا إن احنا نقدم التهنئة. طيب.